العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين والحدادين بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيتشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ جنان اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتاب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. احبائي النهارده عايز اكلمكم عن الدموع، دموع التوبه ودموع الندم، دموع الرجوع. الدموع دي دموع غاليه جدا 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 على ربنا. لما الانسان يكون خاطي ورجع وندم وحزين على نفسه وحزين على أيامه اللي فاتت من غير ما يبقى مع ربنا، دموع دي بقى هي اللي قال عنها في سفر النشيد: حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. يقولوا الآباء إن الدموع دي دموع التوبة تغسل، ويعتبروها بمثابة معمودية ثانية. انتوا عارفين إن المعمودية ما بتتكررش، معموديتنا من الماء والروح، ولكن المعمودية المتكررة كل يوم اللي بتحصل عن طريق دموعنا لما نتوب ونرجع عن الخطية. عشان كده القديس يوحنا الدرج يقول: ثوب المعمودية دنسناه كلنا، لكن دموع التوبة هي جرن سان للمعمودية. عشان كده مجازا سمت برضو الكنيسة سر التوبة والاعتراف معمودية الدموع. سر التوبة والاعتراف ده أعظم عطية أعطتها الكنيسة لولادها، إن أنا أقدر أرجع وتوب والمسيح فاتح أحضانه ليا كل يوم. عشان كده أحبائي تلاقوا الدموع ده عنصر ثابت في كل قصص التوبة، كل قصص التوبة والرجوع تلاقوا فيها دموع. الدموع دي أبكي بيني وبين نفسي وأنا واقف مع ربنا، ممكن أبكي قدام أب اعترافي ومرشد الروحي، ممكن أبكي وأنا بصلي واقف قدام أيقونة أحد القديسات أو القديسين تخرج مشاعري وأنا حزين على نفسي، ولكن برجاء. عشان كده عايز أقول لكم ثلاث أمثلة كتابية عن دموع مشهورة في الكتاب المقدس. دموع المرأة الخاطئة اللي بللت قدمي السيد المسيح، ودي نلاقيها في لوقا 7. ست خاطئة ناس كلها عارفة هتروح تقول إيه. عشان كده أحياناً الدموع بتكون لغة بتنطق بكلمات أصدق في تعبيرها من أي كلام ممكن يقوله اللسان. راحت وغسلت رجلين المسيح بدموعها ومسحتهم بشعر رأسها زي ما بيقول في لوقا 7:38، ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. طب خدت ايه بالدموع دي؟ خدت مغفرة الخطايا. وقال لها السيد المسيح: ايمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. المثل الكتاب التاني داود النبي. داود النبي وقع في الخطية ولكنه تاب ولكنه رجع، عشان كده كتب اعظم صلوات في مزاميره. فمثلا في مزمور 6 العدد رقم 6 يقول: تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. يصلي كمان ويقول: أبكيت بصوم نفسي جعلت لباسي مسحا. ده في مزمور 69 العدد 10 و11. ثم يقول في مزمور 102: من صوت تنهدي لصق عظامي بلحمي، أكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بالدموع. ما أحلاها التوبة اللي ممزوجة بدموع التوبة اللي غالية جدا على ربنا. أخيرا بطرس. بطرس أنكر المسيح 3 مرات ولكن لم يفقد رجاؤه. عشان كده أول ما صحي ورجع يقول لنا الكتاب: خرج إلى خارج وبكى بكاء
مرا. ربنا يدينا هذه النعمة وهذه الخبرة، خبرة دموع التوبة والرجوع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. 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 باسمك يا إلهنا نصلي ونشكر كل حين على جازل أنعامك في كنيسة القديسين، في كنيسة القديسين. لينا مين يا إلهنا وإيمانه إلى الثالث.